مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله بالاسرتين الحلوين اللي كانوا معانا امبارح. حابب افكركم مين هم معانا: حبيبه ويحيى ومامتهم شريهان وباباهم عادل، ومعانا الاستاذ يزن والاستاذ يامن ومامتهم اماني وباباهم الاستاذ كريم. يلا بينا على طول نكمل لعبنا وفوازيرنا وحوادتنا وحركاتنا وطبخنا، بس نفتكر الاول حصل ايه امبارح ونرجع تاني على طول. الله، الحمد لله على كل شيء. اكتر حد من صحابه بيحبه اسمه ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن فعلا. بطل قصتنا النهارده اسد، اسمه جسور، وجسور يعني الشجاع. الله يحيى، اضرب. مش ممكن على الفريق الاحمر واللي عامله فينا في الجزء الاول. لعبة بقى من ألعاب بابا وماما اللي كلنا بنحبها جداً ولسه بنلعبها لحد النهاردة. طبعاً كله عارف إيه هي الكراسي الموسيقية. نسمع المزيكا نقعد، غير كده ما بنقعدش، ومحدش يمسك الكراسي وهو بيجري عشان كلنا عملنا حركات دي وإحنا صغيرين. جاهزين؟ جاهزين. أول ما تسمعوا المزيكا ابتدوا على طول. يلا بسرعة يا يزن، بسرعة يا يزن، بسرعة يا يزن، ما توترنيش. انت بره قوي يا امن، بره قوي يا امن. الله، قلت بره قوي يا امن. تعالى يا امن وهات كرسي، كنت حاسه انك هتطلع. هات كرسي، هاتوا كرسي يا امن. يلا قفلوا. تعالى يا مون، تعالى اقعد جنبي هنا. يلا اللي بعده، اسمع المزيك. يلا اجري يا يزن. يلا يا شادي، ايوه اجري يا يزن، اجري. اجري يا يحيى. كويس يا يحيى، بتعمل ايه يا يحيى؟ اجري. الله الله، تعالى يا بابا هات كرسي، تعالى جنب يمنك. يلا يلا جنب يمن. يلا انا جايه. خلاص يمن وبابا كده، الامل في ماما ويزن. يلا يا ولاد. يا مامي يا مامي، يا عيني حاسه ان الاسره كلها عليه. يلا اسمعوا مزيكا، هتجروا هتمشوا قصدي. يلا امشي يا يحيى، امشي يا يحيى، يحيى امشي كويس. اسرع يا يزن، اسرع. مين يا ترى؟ مين يا ترى؟ اسرع يا يزن، اسرع، بلاش حركات دي. يا شيرين، يلا هاتي كرسي وتعالي. يلا اهي، دي ماما راحت من هناك. يلا حبيبتي تعالي، يلا بينا. ولسه مكملين. يلا يلا يا ماما، يلا يا ماما. ايه بقى؟ ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ يحصل ايه بقى؟ اسرع اسرع اسرع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. اسرع 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 يا يزن. يلا يا يزن اسرع، يا يزن بلاش الحركات دي. كنت بعملها يا يزن، اجري. يا حبيبه تعالي، اتفرمت حبيبتي تعالي. معلش معلش. يلا كده ماما، وماما من هنا ويزن من هنا، بابا من هنا ويحيى من هنا. يلا انا متوتره. ايه في ايه صحيح؟ يلا في ايه؟ الموضوع مرعب مرعب. لا ما تخافيش، بلاش يحيى الحركات دي. يحيى اجري يا يزن، اجري يا يزن بلاش الحركات دي. الله، تعالى يا يحيى هات كرسي وتعالى. ايه اللي حصل؟ انت اللي خسرت؟ ماشي، بابا هيلعبك. يلا يلا كده يحيى ويزن وماما. جاهزه يا ماما؟ يلا بينا. يلا اجري، بلاش الحركات دي، اجروا بسرعه 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 بسرعه. يلا انا هدوخكم النهارده. يلا حاسب يا يزن. يا سلام، شعري. اجري كويس يا يزن، هتدوخ كده، هتدوخ هتدوخ. يزن بتلعب غلط. يا نهار ابيض، تعالى يا يزن، قلت هتدوخ كده. ماما ويحيى بدل. انت ويحيى بدل. لا ما تبدليش. لا يلا تعالى، بدلي ايه؟ في شفافيه. تعالى هنا يا يزن. يزن نو، يا يزن نو. ماما هي اللي كسبت، تعالى. يلا كده حرام. معلش بقى، نشوف انت ولا يحيى. يلا حرام ايه؟ حرام. ما يعني لا، ما تتعصفيش معاه، ما تتعطفيش. انا عايزه سباب، سباب شفافيه وجديه. بتحركي قدام اشرف. سباب شفافيه وجديه. الله، مش ممكن يا جماعه. ماما يا جماعه، ريمونتادا فعلا، ريمونتادا فعلا يا جماعه.
ماما هي اللي انقذت الفريق الاصفر. يلا بينا نشوف على طول ايه التحديات اللي عندنا النهارده. برافو برافو برافو. جاهزين بقى ومعانا كوارنا وكل واحده عارفه هتعمل ايه، ومقلعين استاذ كريم النضاره وربنا يستر وان شاء الله خير. اهم حاجه يا ولاد لما الكوره تمشي تجيبوها من بعيد، اوكي؟ ما تطير يعني. يلا جاهزين؟ يلا يلا. واحد واحد اضربي على طول. الله حلو قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. واحد هات الكوره. الله حلو جدا، هات الكوره. يلا اتنين يا ماما، اتنين على طول. اضرب ما يهمكش. فين اتنين هنا؟ اتنين. الله 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 الله. مش هتخش يعني، مش هتخش. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة، معلش جولنا خفيف شوية. ماشي يلا. تلاتة. الله يا فندم الله يا فندم، حلو قوي الكلام ده. تلاتة. ايه بقى؟ ايه دي؟ ايه دي؟ يعني ليه عملتيله كده؟ هجيبها لك في العارضة؟ أربعة. تلاتة اتنين تلاتة. الله. واحد صفر الفريق الاصفر. يلا أربعة أربعة. لا يا ابني يا ابني. يلا أربعة. مش هتخش يعني، مش هتخش. برافو، أنا عاجبني جدا الفدائية اللي هو فيه. خمسة. الله الله. الله الله الله. 2-0 لصالح الفريق الاصفر. خمسة. عايزين كورة. ماشي. ستة. الله كورة جات لك اهي. يلا ستة يا ماما. الله حلو جدا. يلا يا مامي بسرعة. سبعة. يلا يا كريم. الله الله برافو والله العظيم. قلعت النضاره بس ايه؟ سبعه. انا بضل جامد طبعا. سبعه. يلا بينا. ثمانيه. الله. ماشي. ثمانيه بسرعه يا بيبو. ثمانيه عند شريان. يلا يا شريان اي عندك كورتين. ثمانيه. حلو قوي. تسعه. يلا. يا ولد حلو قوي قوي، عاجبني قوي الهدات بتاعت حضرتك. تسعه. ما جاتش. 10 اخر كورة. الله يلا يا شيري. ما جاتش برضه. 2-0 صالح الفريق الاصفر. لا لا مجهود خرافي من الاستاذ كريم الحقيقة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه والتحدي اللي بعده ايه. يلا بينا على طول. جينا بقى لتحدي الجينجا وهنشوف مين من الاسرتين الحلوين اللي هيوقع البرج بتاعنا. حد عايز يعترف من اول مين اللي هيوقع البرج؟ لا مش انا مش انا. اوكي طب يلا يا استاذ كريم. تشجيع تشجيع. يا سلام يا كريم. تشجيع. هتاف هتاف لبابا. انا قلقانه ليه يا كريم؟ يا كريم لا 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 مش عايزاكي تقلقي خالص، ده انا اشيلها لك كلها واحطها. يا سلام الثقه دي بتقلقني قوي. لا العكس على العرض يعني بالعرض. ايوه كده. شكرا يا استاذ كريم. ما وقعش. لا لا ما انت ان شاء الله تجي لك تاني باذن الله يا رب. يلا يا ان شاء الله. مهندس صح؟ مهندس ايه؟ تعالى كده. كمبيوتر. لا كمبيوتر. لا كمبيوتر. ماشي بس شاطر والله. ماشي يلا يا ماما. تشجيع لماما. قوي هتخسري. مامي 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 مامي. الله يا مامي. استني بس استني بس. ايه طب ما انت حلوه اهو حطيها. اوكي بس خلاص. حلو جدا. يلا يا شادي جايه لك. استني. جو مامي جو مامي. بتقول لك رايحه ادمر عارفه. لا لا ان شاء الله خير. يلا يا شادي. لا يا شادي جيبي واحده لوس. جيبي واحده لوس. بتقول لك جيبي واحده لوس. بتقولي تجيبي واحده لوس. اسمعي كلامها. هي بتعرف تلعب. لا ايوه ايوه برافو. يا سلام على التيبس اند تريكس. يلا بالراحه. تعال يا
ركز يا يامن. ركز يا يامن. يامن بتتحرك ايه؟ يامن تعالى كده. هي خدتها يامن. هشوف. لا لا بص فوق ده هي خدتها. سيبوه سيبوه وما توتروش، خليه يفكر. خليه يفكر ويوقعها. دي ثابتة؟ اه يا يامن 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 انت بتعمل ايه يا يامن؟ لا ثابتة؟ لا يامن ايه العند ده؟ يامن دي لا. ما بنزعل بنلعب بنلعب. يا ماما اهدي يا ماما بنلعب يا ماما. برافو. احطها استنى بقى. قالت له يا من دي لا. يا ده عيني ده. ليه كده؟ يا من دي لا احنا بنلعب بنلعب. يلا يا يحيى يلا اهدي يا ماما اهدي. يلا هياخدها صعبه قوي. برافو يا يحيى برو يا ابني برو. بس يحيى وقع. ليه ليه عدم الثقه ليه؟ الولد برو. يلا يزن يزن خلي حبيبه تلعب. سبت ايوه يزن ممكن تستخدم ايد واحده بس انا مع اختي. يزن يزن يا لهوي. انا عايزه اعملها. اعملها يلا. ها لا دي ايد واحده سيب دي. ايوه خد دي بس وانت بتحطها خلي بالك. برافو. يلا حطها عكس عكاس حطها بالطول. واو العكس يا حبيبي وحش. العكس يا حبيبي وحش. ايوه كده يلا يلا يا حبيبي. يس برافو. براحه يا حبيبه براحه يا حبيبه. ايه الطهور ده؟ لا يا بيبو لا يا بيبو بجد هتقع ولا ايه؟ بيبو شيلي ايديكي شيلي الايد الثانيه. ايه الغش في الموضوع؟ يا ابني ساعديها. بساعد ايه يا ابني؟ لا شيل ايديكي. ايوه 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 يس. برافو برو برضه. الثقة بقى فاكر الثقة الأولانية؟ ده الثقة دي الثقة دي ماتت. يلا يا أستاذ كريم يلا أنا قلت لك هتجي لك هتلف وترجع والله. كان في ثقة في أول اللعبة. حيوه طيب بابا كريم بابي. إيه كريم؟ كان في ثقة كده إيه رهيبة. الله يرحمه. ليه بس؟ إيه كريم؟ استنوا علي. ماشي حاضر محدش يجي جنبه. معلش معلش بكده يبقى بابا كريم هو اللي وقع البرج بتاعنا بالثقه اللي كان داخل فيها الاول ومحدش وقعها غيره. تعالوا نشوف ايه التحديات الثانيه اللي عندنا على طول. يلا بسرعه. جينا لتحدي الايدين والرجلين. هنشوف بقى اكبر عدد من الاسر هيعدي لان محدش بيعدي دايما يعني في دي قوي يعني. نبتدي على طول بالاستاذ يزن. يلا اللي ماسك ايد اليمين ده يلا. الله على الحماس. ماشي نركز. برافو برافو. ايوه من غير ما نفكر بسرعه. ايوه برافو والله بسرعه بقى يزن. اه ارجع يزن ارجع يزن. معلش يلا يا بيبو تعالى هنا تعالى يلا. الله ايه السرعه دي. الله تعالي تعالي يلا 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 يا يامن يلا يا يامن. ها برو لا غلط 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 اول ايد غلط. ارجع يلا يا يحيى. ايه اللذاذه دي. يلا يا يحيى نركز. ايوه ايوه برافو. امسك امسكها يا غلط يا يحيى الرجل غلط. تعالى يا يحيى يلا يا ماما. يلا يا ماما نركز في الشمال واليمين يا جماعه. برافو يا ماما. الله يا ماما ايه الشطاره دي والله شاطره. معلش برافو يا ماما. يلا برافو برافو ماما برافو ماما برافو. الله 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 حضن حضن. يلا يا ماما كده ماما بس عدت المنش. يلا 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 حبيبي يلا يا ماما. ابتدي بالشمال. لا ابتدي ما نقولهاش تبتدي بالايه. يلا لا على بعض يلا كله على بعضه جامب يعني على بعضه كله في نفس الوقت. ماشي 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 ايوه. ايه ده بقى بتعملي ايه؟ ارجعي 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 خلاص خسرتي. اه يلا يا بابا يلا يا بابا كده الامل الوحيد هنا بابا. يلا يا بابا اهو برافو. ايوه يا بابا برافو يا بابا والنبي برافو.
حاول تبتي 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 الاثنين. معلش يا بابا. يلا يا عادل، انت الامل الوحيد، انت الامل الوحيد، والا الاسره دي خلاص كده هتبقى ايه؟ اي بقى ايه بنعمل ايه؟ يا سلام يا ايه يا استاذ عادل، بتعمل ايه يا استاذ عادل؟ بننط ان شاء الله كله في نفس الوقت. يلا يلا ارجع بقى ارجع. لا ارجع ونوطي وطي يعني يلمس يلمس. معلش بقى معلش، احنا رجال. يلا مفيش طياقه خالص. يلا ارجع ايه وطي يا بابا. ماشي يا بابا، خلي بالك. يلا يا بابا. ايه دي يا بابا؟ دي اعمل بيها ايه يعني؟ انا اعمل بيها ايه؟ دول حلوه حلوه والله. انا اعمل ايه بالحاجات دي؟ انا اعمل ايه يعني؟ انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه يعني، بس انا هعديها عادي بأب من هنا وام من هنا وكله يتبسط ونشوف اللي بعده ايه. يلا يلا يا جماعه برافو. جينا بقى لتحدي فرقعة البالونات اللي ما بنعرفش نتوقع فيه مين اللي هيوصل الاول، بس هما الاثنين متحمسين جدا والاسر متحمسه وبتشجع، مش كده ولا ايه؟ يلا بينا ريدي ستيدي جو. برافو يا يحيى، خليك مكانك مكانك، ما تتحركش. برافو يا يحيى. الله يا يحيى، اتحرك خطوه واحده بس كده. يلا يا يزن. الله يا يحيى، مش ممكن مش ممكن. برافو يا يحيى، خطوه كمان بس كده. برافو يا يزن، خطوه بس مكانك. خطوه. برافو برافو. خطوه كمان بس بقى من عندك هنا. لا قرب كمان بس من هنا. ايوه من هنا. ايوه الله. مش ممكن، انت بتنشن ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا على طول، تعالوا نروح نشوف هنعمل ايه بقى في البلاي ستيشن. يلا جينا بقى للبلاي ستيشن، ولسه اجواء التحدي واجواء الصراعات واجواء مين اللي هيكسب مكمله ما بين الاستاذ يحيى والاستاذ يامن. جاهزين يا شباب؟ هنعمل بقى جدا. يلا سباق عربيات ونشوف على طول بنبتدي على طول. يحيى في المركز ال 19، يامن لسه في المركز الاخير. لا يا يحيى مش عايزين خبطات، مش عايزين حوادث. خلي يا الام بقى، الام سوب الراحه يا يحيى، سوب الراحه يا يحيى. ايوه قلب الام بقى. 17 يحيى بقى في ال 17. 15 يحيى. هو اللي غلطان يا يحيى مش انت. هو اللي غلطان مش انت، ده ام ام اصيله. يلا يحيى يلا يحيى. 17 بص في المرايه. 16 يحيى و19 يامن. سوبر يامن. يلا يامن. ايوه يا سوبر يامن، ماما بتقول لك سوبر يامن. يحيى في 17 يامن بيتقدم. برافو يامن. يحيى يامن مركز جدا. يحيى في 13. يامن في 17. يحيى شاطر، يحيى شاطر. شاطر يحيى. 18 برافو يامن. الله يامن. خدوا البنزين مع بعض في نفس الوقت. يامن في ال 16. يحيى في ال 13. يلا يا يحيى بقى في ال 12 بسرعه فائقه. بسرعة مركز بسرعة. جدا يحيى مركز عدي جدا. ايوه هو انت بتلعب لعبه دي كتير يا يحيى؟ ايه برافو. اول مره اول مره كمان. الله اكبر. 12 عدى. بص بص عدى. يامن عدى يحيى. يامن بقى في العاشر. ناخد البنك. برافو يحيى بيكمل. يا نهار ابيض في العاشر وال11 هيعديه ولا لا؟ يحيى هيعدي يامن ولا لا؟ في ال11 والعاشر بقى في التاسع بقى لسه. برافو بقى في العاشر بقى وراه على طول، هيعديه ولا لا؟ يا يحيى بيتقلب عربيته. برافو يا يامن. يامن بقى في السبع وعدى. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. قلب المقاييس قلب المقاييس بقى. يامن اللي سابق. يامن في السادس. يامن في السادس. يحيى في الثامن. شكرا على الزقه بقى في الخامس. يامن في الخامس ويحيى في السادس. يحيى توتر. يحيى توتر بقى في العاشر ويامن في الرابع. يا نهار ابيض يا نهار ابيض بقى. بلوت تويست رهيب، بلوت تويست رهيب. مش ممكن على البلوت تويست، مش ممكن على البلوت تويست. يحيى كان
متقدم بكتير جدا، ولكن يامن اللي فاز بالسباق الاخير مش ممكن يا جماعه. شطاره شيك هاند، شيك هاند والله. لا بيسلم عليك. شطاره حلاوه طعامه. تعالوا نروح نشوف هنعمل ايه بقى في الكونكت فور. يلا بقى للكونكت فور، وهنشوف بقى الامهات ومعاهم الاولاد هيعملوا ايه. جاهزين؟ جاهزين. يلا فريق فريق، نبتدي بالاحمر. الله اصفر. يلا ماشي احمر. الله اصفر. حلوه دخل احمر. برافو ما دخلتش. اصفر احمر على شويه شاري. برافو يا ايوه قفلتي عليها. احمر برافو. اصفر سوري احمر برافو. اصفر يلا يا ماني. برافو يس فعلا احمر. ها قفلت عليكي من الناحيه الثانيه برضو. اصفر برافو برافو. فاضل لك واحده احمر اقفلي عليها. برافو اصفر. ويت بتقول لك يلا اصفر. لا 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 نو 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 سيبني انا بقى اجيبها. يا يامن ما جاتش. شفتي شفتي احمر. حلو قوي الكلام ده. ماشي اصفر بتحاول تجيبها طبعا. ماشي احمر. حلو قوي الجيم ده. اصفر فاضل لنا اثنين وانت فاضل لك واحده. الفريق الاصفر هو اللي كسب. مش ممكن يا جماعه مش ممكن يا جماعه. شطاره حلاوه طعامه، وزي ما قلت لكم امبارح الفريق الاصفر ممكن يعوض بيعوض جامد جدا. يلا على طول نروح نشوف يحيى وكنوز هيقولوا لنا ايه. اهلا بيكم يا اصحابي وصحباتي. دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو في مصر القديمة. يلا بينا نشوف. كنوز يا كنوز تعالي شوفي أنا اتعلمت إيه في عصركم الحديث. بابا علم سينو إزاي يحل الكلمات المتقاطعة اللي بيحلها كل يوم في الجرايد. أنا عمري ما فهمت إزاي أحل اللعبة دي. دي سهلة خالص يا كنوز، أنا هبقى أعلمها لك. واصلا انت تعرف تحلها ازاي وهي معظمها معلومات من العصر الحديث؟ لا ما هو قرر يعمل نسخه للكلمات المتقاطعه باللغه المصريه القديمه. قولي لي بقى يا كنوز، كنت واقفه لوحدك بتفكري في ايه؟ بفكر هنسافر فين السنه دي. نفسي نقنع بابا وماما نروح مكان جديد يا يحيى. معاكي حق، احنا كل سنه بنروح نفس المكان، عاوزين نغير. أنا عندي خطة بس لازم تساعدني. أسمعها الأول وأعرف المكان اللي أنت عاوزة تروحيه، لو عجبني هساعد. حذر فذر، أنا بفكر في إيه؟ طيب قولي لي أول حرف، أول حرف بس. ما كده هتبقى سهلة يا يحيى. طيب قولي لي مكان مشهور هناك وأنا هعرفها. فكرة حلوة. مينا وادي الجرف. ها عرفتها؟ دي كده بقت أصعب يا كنوز، ساعدني يا سينو. لأ، لو سينو هيساعدك هقول لكم معلومة تانية عشان خاطره. مينا وادي الجرف على البحر الأحمر هو أقدم مينا بحري في التاريخ، وبناه ملك من ملوك الأسرة الرابعة. عرفت الإجابة. مينا خوفو البحري في شبه جزيرة سيناء. صح، شاطر يا يحيى أنت وسينو. أنا زرت الميناء ده في عهد الملك خوفو بنفسه، كان حاجة عظيمة وحلقة وصل ما بين البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. أنتوا عارفين يا أولاد إن سيناء كانت لها مكانة خاصة ومهمة جداً في مصر القديمة؟ طبعاً يا سينو، لأنها كانت مصدر استخراج النحاس ومعادن كتير تانية. مش بس كده يا يحيى، سيناء كانت حصن ضد هجوم أعداء كيمت، وملوك كيمت وثقوا رحلتهم وحملتهم العسكرية هناك خلال الطريق الطويل من العاصمة لأرض الفيروز. إن كان في حملات تجارية، لكن حملات عسكرية ما كنتش أعرفها.
من أيام الملك سمرخت والملك زوسر أول ما لهم نقوش في وادي المغارة هناك، وكمان الملك سنفرو أرسل حملة عسكرية تأديبية ضد أعمال السطو والسرقة هناك. أنا سألت مرة أستاذ عصام عن أصل اسم سينا، قال إن أقرب معنى ليها هي أرض الأحجار، بس لو رحنا سينا ممكن نزور إيه كمان غير مينا وادي الجرف يا كنوز؟ أنا قريت عن الأماكن الأثرية اللي ممكن نروحها هناك، ممكن نشوف قلعة سارو وهي القلعة اللي كان فيها جيش كامت قبل أي معركة حربية، ونشوف طريق حورس الحربي وهو أقدم طريق بري ممهد بيربط بين قارة أفريقيا وآسيا، وطبعاً طبعاً دهب وننزل البحر. يا سلام. أيوة كده يا يحيى، يبقى اقتنعت وهتساعدني. عموماً حتى لو ما اقتنعش أنا اقتنعت وهساعدك يا كنوز. بقى كده يا سينو؟ اعذرني يا يحيى، دي فرصة ما تتفوتش. رحلة سعيدة. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى رأيكم عن أرض الفيروس سينا. حلو جداً. وأنا كمان الحكاية عجبتني قوي. سينا هي حدود مصر الشرقية. إحنا درسنا إن جيش مصر حارب ورجع سينا من الاحتلال. طبعاً سينا غالية على المصريين من آلاف السنين. ودلوقتي خلصت فقرتنا، استنونا في فقرة جديدة ورحلة سعيدة. جينا بقى لمطبخنا الحلو، هنعمل النهاردة عصير حلو جداً جداً، وكمان هنعمل حاجة وأكلة حلوة قوي. بس الشباب اللي معنا دلوقتي هيساعدونا ويعملوا عصير حلو. بتحبوا التوت؟ بتحبوا تعملوا حاجات مع ماما؟ بتحبوا تساعدوها في المطبخ؟ طبعاً. انت بتحب، انت بتقولي انا بطبخ كتير صح؟ تحب تعمل ايه بقى؟ اي حاجة يعني تقولك اعمل اي حاجة تساعدها على طول. طب ممكن بعرف اعمل كل الحاجات. ايوه يعني. اكيد يعني، بس انا اعلمك حاجه يعني، مثلا بعرف اعمل بيض مثلا بالبسطرمة. يا ولد يا اكيل انت بس حلو ده، انا هعرف اعمل اللي انا احب اكله. ماشي. طيب ايه رايكم تساعدوني نعمل عصير سموذي توت لذيذ قوي قوي قوي؟ ايه رايكم؟ يلا تعالوا الاول نجيب اللي المكونات بتاعتنا هنا اهو كده اهو. طبعا ده ايه الخلاط اللي هنخلطه؟ بلندر. احنا ممكن يا اولاد نجيب توت عادي ونجيب زبادي ونحط توت وزبادي، بس احنا جايبين توت بالزبادي جاهز علشان برضو ايه ابين لكم الموضوع ممكن يبقى سهل جدا، واوقات كتير ما بيبقاش عندنا توت فريش، فعشان من ايه. يلا مين هيساعدني؟ انا. خد غسان. يزن انت هتحطي اللبن. يلا لازم ننزل ايه. ايوه كده الزبادي والتوت كله. برافو. مين بيحب الزبادي بالتوت؟ أيوة. انا بحبه قوي برضه. طبعا لو عندنا توت فريش بيبقى فريش، هنحط زبادي وهنحط التوت الفريش وهيبقى فريش، بس احنا ممكن نتصرف عادي جدا عشان ماما لو قالت مش عارفه اجيب توت تقول لها خلاص هاتي يا ماما زبادي توت واحنا هنتصرف. بعد كده هنحط ايه يا استاذه؟ لبن. يلا بينا ساعديني ارجوك. المعلقه دي تحت. يا سلام على ست البنات، حلو قوي قوي الكلام ده. ونحط كمان معلقتين مثلا سكر. ينفع انا اللي احط؟ ينفع. ماشي. يلا حط. يلا انا عارفه انت بتعرف. معلقتين مثلا، معلقه كبيره حلو قوي كده، ونص ونص ونص. ايه كل ده؟ ماشي حلو كده. ايوه كده. بس مش بينفع اشرب بسكر. ليه؟ ممنوع. تاكل سكر؟ نعمل دايت. عامل دايت بس ده احنا ما حطيناش سكر كتير، فده ممكن جدا لو شربته اول اليوم يتحرق بسرعه قبل بقى تمرين كمان قبل مدرسه، فعادي انت حتى وانت عامل دايت في سنك ده ممكن تاكل معلقه سكر في العصير. بكره عندي مدرسه الصبح. يلا بينا. ايوه بقى يا سلام. شكرا. بس خلاص حلو قوي كده. نعمل ايه بقى؟ ممكن نحط دي يا ست البنات وانت كمان. خلاص خلاص شكرا. تعالى بقى نصب بقى عشان ندوق بقى ولا ايه؟ مين عايز يدوق؟
أنا. طبعاً أنتوا. استنى شيلوا الغطا. نصب كده أهو. مين هيعمل ده بقى في البيت لماما؟ أنا. بجد؟ سهلة قوي صح؟ سهلة. أنا بعرف أعمل أي عصير. حبيبة مش ناوية ولا إيه؟ هتدوقي الأول وتعرفي ها؟ طب دوقي الأول كده وقولي لي هتعمليه ماما ولا لأ؟ دوقي كده؟ دوق كده؟ يم يم؟ يم يم هتعمليه؟ طب روحي دوقيه لماما يلا. وأنت هتعمله؟ يلا روح دوقه لماما ونشوف بقى إيه؟ عدي من ورايا كده. نشوف إخواتهم بقى هيعملوا إيه كمان؟ طبخة النهاردة لذيذة جدا 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 معانا. يلا يا يحيى يلا يا آمن. اهلا وسهلا يلا انتوا بقى تساعدوني نعمل اكله ظريفه جدا سبانيش اومليت ظريف قوي بيض بس فيه بقى مكونات كتيره جدا جدا تخلينا نبقى مستمتعين بطعم البيض وفي نفس الوقت بفوائده. متعودين تعملوا بيض باشكال مختلفه؟ انت اخوك قال لي بيعرف يعمل بيض بالبسطرمه. انت بتعرف خالص؟ طب اعلمك بيض سهل قوي. وانت خالص خالص؟ بعرف اعمل بيض عادي. طب تعالوا بقى يا حبايبي يا حلوين نتعلم بقى نعمل ايه بيض لذيذ قوي النهارده. بيض عادي جدا بنكسره كده اهو اهو. تعالوا نكسر البيض ادي 1. انا عايز اكسر الثانيه. لا بلاش الكسر خلي الكسر عندي عشان من ايه ما نبوظش الدنيا. ايه رايك في البيض بقى ايه لازم انت اللي هتكسرها؟ طب 3 الرابعه اخر واحده الخمس. حلو قوي 5 بيضات صح كده؟ صح. نحط عليهم ايه يا شباب؟ احنا مش عايزين معلقه دي. ممكن معلقه تانية يا يحيى؟ فين؟ اه جنبك هتلاقي معايا. ايوه كده. تعالى يا استاذ ده ايه ده؟ ده؟ اه معرفش. بصل. بصل. مش شامم ومش شايف. حط شويه بصل. حط لا ايه شويه بصل حلوين يعني حط حبه بصل كده. يا ابني حط ما تخافش. ايوه كده. حلو خلصنا ده نحطه تحت وده كمان خلصناه نحطه تحت. طيب تعالى ده ايه ده؟ مش عارف. مشروم متقطع. انتوا ايه مش واخدين بالكم التكستشرز خالص؟ مش بتساعدوا ماما خالص خالص؟ بنساعد. بتساعدوا ايه بس انتوا مش عارفين اسامي الاكل؟ ماما ماشي يلا ممكن نحط اللي مش عايزينه تحت في الدرج وبعدين هنحط ايه تاني يا استاذ يحيى؟ سبينتش؟ لا ده مش سبينتش دي مش سبانخ ده ايه؟ جرجير؟ لا ولا جرجير ده بقدونس. اسمه ايه؟ بقدونس. بقدونس لذيذ قوي. عايز احط انا. ما انا حطيت خلاص حط انت تحت الحاجات دي وانا هخليكوا تقلبوا. ماشي حط انت ايه؟ ده ايه ده؟ طماطم. لا ده مش طماطم. بص كده. فلفل احمر. يلا فلفل الوان ممكن طبعا حط حد يحط يحيى يحط. ممكن نحط فلفل الوان ممكن احمر واصفر واخضر مع بعض. بس احنا مجهزين النهارده فلفل احمر اللي مش عايزينه نحطه تحت. يلا وده ايه؟ خس. ايوه. عايزه نحطه. لا ده تصدق مش خس؟ اقول لك ده ايه بقى؟ ده كوسه مبشوره لذيذ لذيذه بقى مع الاكله دي ما اقولكش. تعالى بقى ايه يلا حط شويه كوسه. كوسه حلوه قوي 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 ومفيده قوي يا ولاد قوي. حلو حط الكوسه كلها ماشي مش خساره برضه. وبعدين نحط شويه لا استنوا قبل ما نحط الملح والفلفل نبلندهم كده انت شويه وهو شويه بقى انت شويه وهو شويه. يلا الاول استاذ يمين بقى اقعد بلند كده واحنا هنا هنحضر الطاسه بتاعتنا يا يحيى طبعا سخنه خلي بالك واخد بالك نحط شويه زيت طبعا مهم قوي الزيت عشان حتى لو هنحط زبده نحط زيت عشان حاجات ما ايه الزبده ما تلزقش في الطاسه والاكل يبقى حلو خلاص بلند اكتر اسرع بلند كده يلا يا يحيى تعالى بلند معاه يلا عشان كله يبقى اشترك يلا اشترك احنا بقى هنعمل ايه هنا يا استاذ؟ احنا مش عايزين دي ممكن نحطها تحت دي يا استاذ؟ ماشي ريح الزبده بتاعتنا ايوه يلا بلند اكتر حلو قوي الكلام ده يا ولاد ماشي نحط بقى شويه الملح والفلفل بتوعنا الاول هو ملح شويه ملح انا عايز احط الفلفل حتى حتى حط يلا بسرعه بسرعه قبل ما النار ايه معلقتين بس مش صح ده صح حلو يلا بلند يا يحيى يلا تيم ورك حاسب يا يحيى بتوقع بره حلو قوي الكلام ده خلاص وي بلندت ممكن بقى ثواني كده
ناخد كل ده كده. عرفنا عملنا ايه؟ سهل قوي الموضوع يا ولاد، صح؟ صح. عملنا ايه؟ يلا سمعوني. بيت. بيت. وايه كمان؟ وايه كمان؟ وبقدونس. وبقدونس. وبصل. وبصل احمر. وفلفل الوان. وكوسه. وممكن نحط بقى اي حاجه عندنا نفسنا نحطها. ملح وملح وفلفل. وممكن نحط ايه كمان؟ زيتون. وممكن نحط فلفل تاني، الوان تانيه. ممكن نحط طماطم طبعا. طبعا احنا حطينا البيض كده، هنوطي النار وننضف بقى. مش احنا دايما ده زيت؟ لا مش احنا دايما متعودين ومتفقين ان احنا نبقى بننضف ورانا المطبخ وما نسيبش المطبخ بايظ لماما بعد ما نخلصه؟ ايوه. طب يلا يا شباب وروني، يلا نضف كام. اتفضل. حلو قوي الكلام ده، حلو جدا جدا جدا. احنا هنسيبها على النار، هي طبعا ابتدت اوريدي تستوي، ونغطيها كده اهو علشان تطلع لنا عامله ازاي يا ولاد. شكرا يا شباب. ايوه شبه البيتزا جدا، عشان انت كمان لو حطيت عليها جبنه من فوق بقى هتبقى بيتزا بالظبط. بس احنا عاملينها النهارده كده ايه، الكلاسيك خالص خالص خالص. وجبه بقى متكامله، فيها بروتين حيواني، فيها خضروات، فيها خضروات متنوعه، وكل ما نوعنا الوان الخضروات كل ما الفوائد زادت، فيها فيتامينات، ويوم يوم 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 يومي جدا. وممكن نزود عليها اي حاجه احنا بنحبها زي ما انت قلت، زيتون، جبنه، هتبقى برضو شبه البيتزا جدا جدا جدا. دي بتستوي عندنا، وانا ممكن اوريدي ابتدي اخليكوا تدوقوا حلاوه الوجبه بتاعتنا. نقوم مقطعينها كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو مثلا، واقدر اقول لكم اتفضلوا يا حبايبي يا حلوين، ذوقوا وان شاء الله الهنا والشفاء. ذوق كده، ماشي، امسكها زي البيتزا، يلا زي البيتزا، يلا يا يحيى. يم 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 يم. طب حلو قوي، عملنا فطار لذيذ جدا، ممكن نبقى احنا بنعمله لنفسنا وبنعمله لاخواتنا، نروح بيه المدرسه الصبح. فيري فريش، فيري نايس، حلو قوي قوي الكلام ده. يلا بينا بقى ايه، نروح تغني الاغنيه الحلوه بتاعتنا يم يم. هتعملها في البيت؟ ماشي. اتبسطتوا؟ أيوة. انت بتاكل انت زي الفل، قول لهم باي باي وانت بتاكل كده. باي باي.